ان شاء الله النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا، فاينانس فور استراتيجيك مانجمنت. يعني معظم الناس بتدرس استراتيجيك مانجمنت ومش قادر تعرف ايه علاقه الفاينانس بالاستراتيجيك مانجمنت. اللي احنا هنعرضه النهارده هنقول فيه ان احنا عندنا استراتيجيك بلان. الاستراتيجيك بلان فيها خطوات كتيره، ايه علاقه الخطوات دي بالفاينانس ودور الفاينانس في تحديد الاستراتيجيه بتاعت الشركه. فهنبتدي في الاول كده ب يمكن انا حابب برضو ده احط الكونتكست بتاعك. انا اسمي رأفت شحاتة، ده التليفون بتاعي وده الايميل بتاعي. طبعا يشرفني انه يبقى في تواصل بيننا. يعني كان حابب برضو اشير الى تول مهمه جدا بنستخدمها في الاكاديميه البحريه فرع القاهره، ده ورك بوك. زمان كنا عاملينه بوكلت، دلوقتي بقى ورك بوك في كل المودلز والخطوات بتاعت الاستراتيجيك بلان، وازاي بشكل او باخر بنعمل اكسرسايز على كل موديل وعلى كل ستيب عشان نقدر نربط الحاجات كلها مع بعض، ومتوفر طبعا في فرع شيراتون في القاهره. يمكن الكتيب كمان الميزه اللي فيه ان هو صغير في الحجم، حوالي 150 صفحه، فيه معلومات عن الفاينانس، استراتيجيك مانجمنت، الايكونومكس، الماركتنج، الاكاونتنج، المانجمنت. فهو بيعتبر كومبريهنسيف تول الانترناشنال بيزنس، في حوالي 150 صفحه، فاحد التولز الحلوه اللي ممكن تساعدنا بشكل او باخر. لما نيجي نتكلم على خطوات الاستراتيجيك بلان زي ما عرضها فريد ديفيد في اول خطوه، الفيجن والميشن والكور فاليوز، دي ملهاش علاقه بشكل او باخر بالفاينانس. بعد كده عندنا الاكسترنال انفايرمنتال سكاننج، برضه ملهاش علاقه بالفاينانس انليس ان انا بعمل نوع من الفاينانشال اناليسز للكومبيتيتورز. ابورت من كده فهو ملوش دايركت ريليشن بالفاينانس. ذن يمكن دي الخطوات اللي معموله بالاحمر اللي ليها علاقه مباشره بالفاينانس، ده انترنال انفايرمنتال سكاننج، ازاي هعمل اي فاز وانا ما عنديش الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركه. فده احد النقاط المهمه جدا اللي تعتبر احد الفيرست لينك بين الفاينانس وبين الاستراتيجيك بلاننج. Then عندنا الاستراتيجيك اوبجكتيفز برضه مالهاش علاقه بالفاينانس، ابورت الا لو حطيت استراتيجيك اوبجكتيف. نيجي هنا بقى للاستراتيجي جنريشن، كان عندنا حاجه اسمها ماتشنج موديل فيها 5 مودلز، او ماتشنج فيز فيها 5 مودلز، السبيس والتوز والبي سي جي والاي اي والجراند استراتيجي ماتريكس. واحده منهم اللي هو السبيس ماتريكس استراتيجيك بلاننج اند اكشن ايفالويشن، هو ده كان 4 دايمنشنز، 1 اوف ذا 4 دايمنشنز ووز الفاينانس او الفاينانشال سترينث. فدي النقطه الثانيه اللي تعتبر تاتش بوينت ما بين الاستراتيجيك بلاننج وما بين الفاينانس. خطوه رقم 6 استراتيجي جنريشن، الفاينانس ملوش دور فيها. الخطوه اللي بعد كده اللي هي الامبلمنتيشن، في الامبلمنتيشن بيظهر عندنا الماستر بودجت، وده طبعا مهم جدا بالنسبه لنا. اند فاينلي الايفالويشن، والايفالويشن هيظهر فيها الفاينانس في احد الفور دايمنشنز للبالانس سكور كاردز. فاحنا هنا اللي معمول بالاحمر ده التاتش بوينتس ما بين الاستراتيجيك بلاننج وما بين الفاينانس، ده اللي احنا هنعرضه بالتفصيل ان شاء الله النهارده. برضه ده نفس الفكره، لو تفتكروا حضراتكم انه فريد ديفيد كان قال انه الاستراتيجيك مودلز هي 3 5 1، وحطهم في 3 فيزز، استراتيجي فورميوليشن، حط الانبوت والماتشنج والديسيجن. الانبوت عندنا الاي فاز والسي بي ام والاي فاز، اللي بيظهر معايا الفاينانس في الاي فاز، الماتشنج السبيس زي ما احنا قلنا. الكيو اس بي ام هيدخل معانا لانه الكيو اس بي ام داخل منه جزء من الاي فاز. اند ذن في الاستراتيجي امبلمنتيشن عندنا جانت شورت في الماستر بودجت، والاستراتيجي ايفالويشن البالانس سكور كورس الجزء بتاع الفاينانشال كي بي ايز. انا نفس اللي قلته من شويه بس عدته من خلال هذا الجدول. نيكست. عايزين بقى نركز شويه، انا عارف ان حضراتكم اخدتوا فاينانس واكاونتنج، وفي بعض الناس نسيت شويه الحاجات اللي اتاخدت في الفاينانس، ويمكن عشان الموضوع لما اتعرض في الفاينانس اتعرض بتفاصيل كتير، فبعض الناس ممكن تبقى ليتل بيت كونفيوزد. كل اللي احنا عاملينه النهارده هنجمع كل النقاط الاساسيه اللي حك اخدتها في الفاينانس والاكاونتنج ومحتاجها عشان تعرف تعمل استراتيجيك بلان. احنا عندنا 5 فاينانشال ستيتمنتس مهمه،
بالانس شيت، انكم ستيتمنت، كاش فلو ستيتمنت، ستيتمنت اوف ريتيند ايرننج، وستيتمنت اوف اونرز ايكويتي. ابورت من الاثنين الاخاره. خلينا في الثلاثه الاساسيين. اول واحد اللي هو البالانس شيت، ده الاسم القديم. الاسم الجديد بتاعه اسمه فاينانشال بوزيشن. تاني حاجه انكم ستيتمنت، ده الاسم القديم. الاسم الجديد بي اند ال او بروفيت اند لوس. الكاش فلو ستيتمنت زي ما هي اسمها ما تغيرش. برضو حابب ان احنا نقول الايكويشن بتاع كل حاجه منهم عشان نبقى فاهمين هي جت ازاي. الفاينانس والاكاونتنج لو حاجه حفظته هتنساه، فهمته الموضوع بقى سهل جدا. البالانس شيت الايكويشن بتاعته الاسيتس اللي هي الاصول تساوي اللايبيليتيز اللي هي الالتزامات زائد الاونرز ايكويتي اللي هي حقوق الملاك. الانكم ستيتمنت بتبتدي بالريفينيو وبنفضل نخصم منها اكسبنسز عشان تطلع في الاخر للنت بروفيت، يبقى ريفينيو ماينس اكسبنسز يساوي نت بروفيت. الكاش فلو ستيتمنت هي الايكويشن بتاعتها ثلاث مصادر للكاش بالنسبه للاورجانيزيشن. عندنا الاوبريتنج اكتيفيتيز، الانشطه التشغيليه البيع والشراء. فاينانسنج اكتيفيتيز اللي هي الانشطه التمويليه. انفستنج اكتيفيتيز اللي هي الانشطه الاستثماريه. تشغيليه قلنا بيع وشراء، الثانيه اللي هي الفاينانسنج اللي انا باخد فيها قروض، الثالثه اللي هي الانفستنج هي فكره التعامل ما بين ان انا ممكن اشتري بفلوس اسيتس او ابيع اسيتس. فدول الثلاث انواع. وبالتالي كده احنا عندنا هنا الكاش فلو ستيتمنت اوبريتنج اكتيفيتيز زائد فاينانسنج اكتيفيتيز زائد انفستنج اكتيفيتيز. دول الثلاث انواع الاساسيين من الفاينانشال ستيتمنتس اللي بيدخلوا معانا في الفاينانشال ريشوز، وخصوصا البالانس شيت والانكم ستيتمنت. طيب نيكست، تعالوا ناخد البالانس شيت. احنا بنحاول بس في المحاضرة دي يا جماعة نعرض لكم الفاينانس والاكاونتنج بشكل بسيط جدا دون الدخول في التفاصيل، احيانا بتخلي الناس تتوه. فاحنا بنتكلم بطريقة very basic. احنا عندنا البالانس شيت او الفاينانشال بوزيشن، assets تساوي liabilities زائد owners equity. الاسيتس هنقسمها لنوعين، current و non-current. الliabilities current و non-current plus الشيرهولدر ايكويتي او حقوق الملاك. عايزين نتفق على حاجه، كلمه كورنت معناها هو ما هو اقل او يساوي سنه، نون كورنت سنه فما فوق. وبالتالي حتى اسمها بالعربي الاصول المتداوله، يعني اصول يمكن تسييلها في اقل من سنه. الخصوم المتداوله او الالتزامات المتداوله عباره عن التزامات لازم تدفع في اقل من سنه، فنخلي بالنا من النقطه دي. الكرنت اسيتس فيها نقاط كتيره بس اهم ثلاثه فيهم وعشان ما ننساهاش، سي اي اي، كاش انفنتوري اكاونتس ريسيفبل. ولو هنرتبهم اصح يبقى كاش واكاونتس ريسيفبل وانفنتوري. ليه؟ عشان ترتيب السيوله. الكاش هو كده كده متسيل، الاكاونتس ريسيفبل اسهل في التسهيل، واصعب حاجه فيهم في التسهيل هي اكشولي الانفنتوري. احيانا بنضيف عليهم بعض الحاجات زي مثلا البري بايد اكسبنسز، ايجار مثلا او انشورنس انا دافعه سنه ولسه ما استفدتش بيه، فيعتبر اكشولي بالنسبه لي كرنت اسيتس. لما نروح للكرنت لايبيليتيز برضو عشان ما ننساهاش، بي بي اي، بغض النظر تفهمها ازاي، بي بي اي. البي الاولانيه بلانت اللي هو المصنع، البي الثانيه بروبرتي ممتلكات، الاي اكويبمنت. اي حاجه من الثلاثه دول يمكن عشان نسيلها بشكل او باخر محتاجين اكتر من سنه. فاحنا كده عندنا الاسيتس صنفناهم خلاص كرنت ونون كرنت، وبعد كده هنجيب التوتال بتاعهم اللي هو هنا 471. بما انه بالانس شيت وفي نوع من التوازن فلازم الناحيه الثانيه اللي هي اللايبيليتيز والاونرز ايكويتي تبقى نفس الرقم. لما نيجي للكرنت لايبيليتيز، التزامات بدفعها في اقل من سنه زي ايه؟ مرتبات، رنت، تاكسز، انترست. عشان كده كلهم بياخدوا لفظ بيبل، اكاونت بيبل الفلوس اللي انا اشتريت بيها حاجات من الناس ولازم ارجعها، نوتس بيبل، سالاريز بيبل. الحاجه الوحيده في الكرنت لايبيليتيز اللي ما بتاخدش كلمه بيبل حاجه اسمها ان earned revenue.
يعني فلوس أنا أخدتها ولسه ما قدمتش الخدمة اللي قصادها، فتعتبر دين عليا. يعني أنا رحت الشركة قالوا لي اعمل لنا استراتيجيك بلان، قلت لهم أنا عايز 1000 جنيه، قالوا لي ماشي، قلت لهم هاخد 1000 جنيه مقدم قبل ما أقدم الخدمة. فالألف جنيه تدخل عندي فين في البالانس شيت؟ تدخل عندي في الان ايرند ريفينيو. وهي لو خدتوا بالكم الان ايرند ريفينيو تعتبر العكس بتاعها في الاسيتس هو البريبايد اكسبنسز. طيب دي الكرنت لايبيليتيز محتاج ادفعها قبل سنه. نيجي بعد كده للنون كرنت لايبيليتيز، واخد بشكل او باخر قرض طويل المدى اكتر من سنه، سنتين، ثلاثه، اربعه، فده بنسميه نون كرنت لايبيليتيز. الحاجه الاخيره هي الشير هولدرز ايكويتي او الاونرز ايكويتي، حقوق الملاك، الفلوس اللي بيطلعها الملاك من جيبهم عشان يضخوها في البزنس. لو شركة صغيرة بنسميه paid in capital اللي هو راس المال المدفوع. طيب لو شركة كبيرة بنجيب منين فيها الاونرز ايكويتي او الكابيتال بيجي منين؟ ان انا عندي common stocks اللي هي الاسهم العادية، عندي preferred stocks اللي هي الاسهم المميزة، وبعد نهاية السنة الاولى بيبقى عندي حاجة اسمها الـ retained earning. فدول الثلاث حاجات اللي هم موجودين في الشير هولدرز ايكويتي. لما نجمع الاسيتس الكرنت والنون كرنت طلعوا 471، اللايبيليتيز سواء الكرنت او النون كرنت بلس الاونرز ايكويتي المفروض يطلعوا نفس الرقم. فده ببساطه شديده جدا بدون اي تعقيد ما هو البالانس شيت او الفاينانشال بوزيشن. طيب نيجي للسكند فاينانشال ستيتمنت اللي اسمها income statement او دلوقتي بنسميها ال P&L او ال profit and loss. احنا قلنا ال equation بتاعتها revenue minus expenses يساوي profit. فهنمشي في الاول net sales revenue، بيبقى عندي sales بخصم منها ال allowances وبخصم منها discounts تطلع لي ال net sales revenue. اول حاجة بنخصمها من ال net sales revenue ال COGS اللي هي ال cost of goods sold، تكلفة البضاعة المباعة اللي احنا بنقول عليها الدايركت كوست. اي تكلفة داخلة في تصنيع المنتج بنسميها كوكس. فاحنا حاطين هنا احنا بايعين ب1000، الكوكس 360، يبقى الجروس بروفيت 640، بنسميها جي بي او جروس بروفيت مجمل الربح. طيب لسه هنخصم اكسبنسز. عندنا حاجة اسمها الاوبكس اللي هي المصاريف التشغيلية، operating expenses او expenditure، كام هنا؟ 350. يبقى تاني نوع من البروفيت هو الاوبريتنج بروفيت اللي بتوع الفاينانس بيحبوا دايما يسموه earning before interest and tax، كام هنا؟ 290. طيب بعد كده هخصم ايه بقى من الاوبريتنج بروفيت؟ هخصم الانترست وبعدين هخصم التاكس، يطلع لي حاجه اسمها net profit. لو شفنا التلات أجزاء المتعلمين بالأصفر هما دول تلات أنواع البروفيت: gross profit، operating profit، و net profit. وعشان ما ننسيش يا جماعة، الgross profit لما بنخصم منها الoperating expenses تطلع لنا الoperating profit، عشان ما ننسيش خصمت operating expenses طلع لي operating profit. عندنا حاجة مهمة جدا أحيانا بنسمعها، ممكن حد يسألك في الانترفيو، هو أنتوا التوب لاين السنة اللي فاتت بتاعكم كان كام؟ أو البوتوم لاين بتاعكم السنة اللي فاتت تبقى كام؟ هو بيتكلم هنا. فالتوب لاين هو السقف، هنا فين السقف؟ هو النت سيلز ريفينيو، فالتوب لاين هنا 1000. البوتوم لاين هو البدروم، هو آخر حاجة من تحت اللي هي النت بروفيت اللي هي 147. فده ببساطة ما يسمى الـ P&L أو الـ Profit and Loss اللي كانت اسمها زمان Income Statement. الـ Statement التالتة اللي احنا هنتكلم عليها الـ Cash Flow Statement. أنا عايز أتفرج على الكاش لأنه ممكن يكون عندي Profit كبير على الورق بس ما عنديش كاش. الـ Cash Flow Statement هي تلات أنشطة أساسية، يا تجيب كاش يا تاخد كاش، عشان كده كل نوع منهم يا إما Inflow فلوس داخلة للشركة، يا إما Outflow فلوس خارجة من الشركة. أول نوع اللي هو الـ Operating Activities اللي هي الأنشطة التشغيلية، وهي مقصود بيها التصنيع والبيع والشراء. بالمنطق الفلوس اللي هتخرج هي الفلوس اللي أنا بشتري بيها الـ Raw Materials، الفلوس اللي هتدخل هي الفلوس اللي هي جت نتيجة بيع المنتج. فإحنا عندنا هنا Cash Received
from customers اللي هو بالنسبة لي أنا يعتبر الأكاونت ريسيفابل 445. كاش بايد فور انفنتوري برضو ده اوت فلو فده 264. كاش بايد لي مثلا رواتب للعمال 123. كاش بايد فور اكاونتس بايبل اللي انا اكشوالي فلوس اللي انا هدفعها لان انا اشتريت رو ماتيريال 32. يبقى انا التوتال بتاعي من الاوبريشن طالع بالبلس 25. خطر جدا ان يكون الكاش فلو ستيتمنت طالع بالنيجاتيف، ده معناه ان في مشكله كبيره في الشركه. ربما ممكن يكون مقبول لو انا لسه في انتري فيز ولسه الشركه ما دخلتش يعني في الانترودكشن وما باعتش بكميات كبيره، لكن عاده لازم الكاش فلو اللي جايه من الاوبريشن لازم تكون بشكل او باخر فيري بوزيتيف، فده يدي انطباع ان الشركه ماشيه بشكل ايجابي. النوع الثاني كاش فلو فروم انفستنج اكتيفيتيز. Investing زي ما احنا بنقول كده انا بستثمر في ولادي فانا بصرف عليهم. احنا الولاد عندنا بالنسبه للشركه هي الايكويبمنت، فالانفستنج اكتيفيتيز هي عباره عن هو انا بشتري ايكويبمنت ولا ببيع ايكويبمنت، بشتري بروبرتي ولا ببيع بروبرتي. فانا هنا مثلا كاش ريسيفد فروم ذا سيل اوف ايكويبمنت، بعت مكنه فالفلوس داخلالي ولا خارجه؟ داخلالي فطلع بالبلس. طيب الجزء الثاني اشتريت ماشينز، عملت اي انشطه، ده بالماينس. الكاش فلو الوحيد اللي في الثلاثه دول اللي ممكن يبقى بالماينس ويدي انطباع ايجابي هو فروم انفستنج. ليه؟ لان انا لو عندي كاش فلو كتير وما بستثمروش بان انا اشتري ماشينز او اكبر البزنس، ده معناه ان انا عندي فلوس مركونه. فما تتخضش لو في الكاش فلو ستيتمنت شفنا الكاش فلو فروم انفستمنت طالع بشكل نيجاتيف او بالماينس. النوع الثالث هو فروم فاينانسنج اكتيفيتيز. انا بستلف، وعشان خاطري خلي بالكم من الحته دي عشان دايما لما بنيجي نقول هو الشركه لما بتطرح اسهم ده فاينانسنج اكتيفيتيز ولا انفستنج اكتيفيتيز. الناس لما بتترجم الكلمه بالعربي تقول لك لا ده انا بانفست، لا انت مش بتنفست انت بتستلف. فالفاينانسنج اكتيفيتيز يستلف من بنك يستلف من ناس. فانا لما بستلف من بنك ده قرض. طيب هستلف من الناس ازاي؟ هقول للناس يا جماعه انا منزل اسهم سواء كومن ستوكس او بريفيرد ستوكس، اشتروا الاسهم دول وسلفوني فلوس عشان انا ابتدي اعمل بيها ايه؟ اعمل بيها او اكبر البيزنس. فاحنا عندنا هنا كاش جاي من ان انا تو ايشو ستوكس، ده انفستنج اكتيفيتيز، ده انفلو جاي لي لان انا هطرح اسهم هيجي لي فلوس، يبقى ده بالبلس. كاش بايد فور ريبيمنت اوف لونز، انا دلوقتي اخدت قرض وبرجعه فده هيبقى بالماينس. كاش بايد فور ديفيدنس، الناس اللي سلفتني فلوس عايزه تاخد كل سنه انترست او ديفيدنس، يبقى ده بالماينس. ففي الاخر خالص ده ايه؟ ده يعتبر الكاش من الفاينانسنج اكتيفيتيز. بجمع الثلاثه بلس الكاش في البيجيننج مع السنه مع اجمالي الثلاثه دول يطلع لي الكاش ات ذا اند اوف ذا يير اللي هو طالع هنا 100,000، فده اسمه كاش فلو ستيتمنت. تمام. نيكست عايزين بقى نركز شوية في السلايد الجميل ده، احنا قعدنا فيه فترة طويلة عشان يطلع بالشكل السامبل عشان الفيجواليزيشن بتاعه يبقى سهل بالنسبة لحضراتكم. دول أهم أربع أنواع من الفاينانشال ريشوز. الفاينانشال ريشوز هي عبارة عن ريشوز بتجمع أو بتربط البالانس شيت بالإنكم ستيتمنت. ففي بعض الريشوز جاية من البالانس شيت، وفي بعض الريشوز جاية من الإنكم ستيتمنت، وفي بعض الريشوز ممكن يبقى حتة منها من هنا وحتة من هنا. هنقولهم كأسماء وبعدين نتكلم عليهم. أول حاجة بروفيتابيليتي ريشوز. هي ايه البروفيتابيليتي ريشوز؟ النسب اللي هي بتقيس ربحيه الشركه اسمها بروفيتابيليتي ريشوز. النوع الثاني اسمه ليكويديتي ريشوز، بتقيس قدره المؤسسه على الايفاء بالالتزامات عليها بتاعتها. طب هو ايه الفرق بين الليكويديتي وبين السولفنسي؟ لان كلمه سولفنسي برضو بالعربي اسمها سيوله، وليكويديتي اسمها سيوله. طب ايه الفرق بينهم؟ الليكويديتي بتقيس قدره المؤسسه على الايفاء بالالتزامات بتاعتها على الشورت تيرم، فالالتزامات اللي عليا في خلال سنه ومدى قدره الشركه على التعامل معاها دي هتبقى ليكويديتي. السولفنسي او ليها اسمين تاني الدت او الليفرج، هي قدره المؤسسه على الايفاء بالالتزامات طويله المدى اللي هو مور ذان 1 يير.
الأخيرة بنسميها الإفيشنسي أو الأكتيفيتي أو التيرن أوفر، وهي قدرة المؤسسة على الاستفادة من الأصول. هل القدرة دي عالية ولا لا؟ يبقى احنا كده قلنا الأربعة: Profitability, Liquidity، ودول ما همش غير اسم واحد. Solvency اسمها Debt أو Leverage، Efficiency اسمها Activity أو Turnover. هنعرف أسمائهم وبعدين ناخدهم واحدة واحدة نتكلم عليهم ونشوف جم منين. الـ Profitability Ratios جاية من الـ P&L. لو تفتكروا من شوية لما أنا اتكلمت على الـ P&L قلت احنا عندنا ثلاث أنواع من الـ Profit، هنفتكرهم مع بعض: Gross Profit، Operating Profit، Net Profit. وأول حاجة فوق خالص في الـ P&L الـ Net Sales Revenue، هو كل اللي بيعمله هنا بياخد كل نوع من الـ Profit وينسبه للـ Net Sales Revenue. أول نوع اسمه GPM، Gross Profit Margin. تاني نوع اسمه OPM، Operating Profit Margin. تالت نوع اسمه MPM، Net Profit Margin. نعرف أسمائهم بس وبعدين هنرجع نشوف الإيكويشن بتاعتهم إزاي وإزاي نتعامل معاهم بشكل أو بآخر. نيجي بعد كده للليكويديتي. الليكويديتي هتيجي منين؟ من البالانس شيت. وعايزين نفتكر مع بعض، احنا قلنا الليكويديتي القدرة المؤسسة على الإيفاء بالالتزامات قصيرة المدى. طالما قصيرة المدى يبقى مش هروح غير للكرنت أسيتس والكرنت لايبيليتيز، ماليش دعوة باللونج تيرم أسيتس أو اللونج تيرم لايبيليتيز. فاحنا عندنا ثلاث حاجات: كرنت ريشيو، النوع الثاني اسمه كويك ريشيو، النوع الثالث اسمه كاش ريشيو. بعد شوية هنتكلم على كل نوع منهم ايه وبيتحسب ازاي. نيجي للسولفنسي اللي هي قدرة المؤسسة على الإيفاء بالديون بتاعتها على اللونج تيرم. عندنا الديت ريشيو أو بيسموها ديت تو أسيتس، عندنا الإيكويتي ريشيو، عندنا الديت تو إيكويتي، عندنا الأسيتس تو ديت، عندنا الأسيتس تو إيكويتي اللي هي بنسميها أحيانا فاينانشال ليفرج. ما تخافوش ما تتهوش، هنجيب إيكويشن بعد شوية نطلع منها الأسماء دي من غير ما يبقى فيه أي صعوبة. آخر حاجة اللي هو الإفيشنسي أو بنسميها أحيانا تيرن أوفر اللي هي معدل الدوران. عندنا شوية حاجات لطيفة: Inventory تيرن أوفر ريت، Accounts أو AR تيرن أوفر ريت، AP أو Accounts Payable تيرن أوفر ريشيو، Long Assets أو اللي هي Fixed Asset تيرن أوفر ريشيو، Total Assets تيرن أوفر ريشيو، وفي الآخر حاجة اسمها Interest Coverage ريشيو. انا عايز بس حضراتكم نملي عينينا من السلايد ده عشان هو كده خريطة لطيفة. الخريطة دي بشكل او باخر هتساعدنا في ان احنا نفهمهم كلهم واحدة واحدة. فاحنا عندنا الاربع انواع وكل نوع منهم النوع الاول والتاني هما تلات انواع، النوع التالت خمسة، النوع التالت ستة. يبقى انا عندي تلاتة تلاتة خمسة ستة، ناخدهم واحدة واحدة كده ونتكلم عليهم. قبل ما ندخل للريشوز احيانا نسالك هو الكرنت ريشيو طلعت 2 ده كويس ولا وحش؟ فممكن حضرتك تقول لا هايل. ما عندناش حاجه اسمها هايل. الريشوز عشان نقول هي صح ولا غلط او كويسه ولا وحشه عندنا حاجه اسمها بنش مارك. البنش مارك هو ريفرنس بقيس عليه. فاحنا عندنا 2 اور 3 بنش ماركس. البنش مارك الاساسي هو بنسميه تايم سيريز. طيب انا السنه دي الريشيو دي طلعت 2، السنه اللي فاتت كان كام؟ السنه اللي قبلها كانت كام؟ فده اسمه تايم سيريز. حاجه الثانيه، الكرنت ريشيو السنه دي طلعت 2، طب المين كومبيتيتور بتاعي كام؟ فده اسمه كروس سيكشنال بس اف افيلبل. ليه؟ لو الشركه المنافسه بتاعتي مش في البورصه هجيب الفاينانشال ديتا بتاعتها منين؟ فاضطر هنا اعمل ايه؟ اعمل التايم سيريز. احيانا بنستخدم حاجه اسمها الكومن سايز اناليسيس اللي هو الفيرتيكال والهوريزونتال، برضو انا بقيس نفسي بنفسي بطريقه معينه مش هندخل في تفاصيلها. طيب نبتدي بقى دلوقتي الريشوز. اول حاجه بروفيتابيليتي ريشوز. عايز اقول لكم عايزكم تركزوا في السلايدز، والسلايد ان شاء الله هتبقى موجوده على التشانل برضو عشان الناس كلها تبقى سهله بالنسبه لهم. انا التشانل بتاعتي اسمي رأفت شحاته. الاسهم هتسهل لعينيك انك ما تحفظش. انا عندي نت سيلز اطرح منها كوكس يطلع لي جروس بروفيت، اطرح منها اوبريتنج اكسبنسز او اوبكس يطلع عندي اوبريتنج بروفيت،
اطرح منها انترست وتاكس يطلع عندي نت بروفيت. احنا حاطين ثلاث اسهم بثلاث الوان ويمكن الايكويشنز مكتوبه بنفس اللون برضو بنفس لون السهم. السهم الاول جروس بروفيت مارجن، الجروس بروفيت 80 والنت سيلز 100، يبقى هقسم الجروس بروفيت على النت سيلز، 80 على 100 تطلع 80%. اعتقد سهل. طيب النوع الثاني من البروفيت اوبريتنج بروفيت، فنسميه اوبريتنج بروفيت مارجن، بقسم الاوبريتنج بروفيت اللي هي هنا 50 على النت سيلز اللي هي 100 تطلع 50%. النوع الثالث من البروفيتس اللي هو النت بروفيت مارجن، بقسم النت بروفيت اللي هو هنا 35 على النت سيلز اللي هي 100 تطلع 35%. المنطق يا جماعه كل ما بنزل لتحت لازم نسبة البروفيت او الريشيو نفسها هتقل لان الاكسبنسز بتزيد واحنا شغالين. فانا عندي كان 80 جروس بروفيت، 50 اوبريتنج بروفيت و 35 نت بروفيت. فانا عندي هنا ثلاث انواع من البروفيتابيليتي ريشوز. اعتقد سهلين لو بصينا على الرسمة، ادي سهم واحد والايكويشن بتاعته، سهم اثنين والايكويشن بتاعته، والسهم الثالث والايكويشن بتاعته. فده أول نوع اللي هو البروفيتابيليتي ريشوز وبتقيس نسبة الربحية للمؤسسة. نيجي بعد كده للليكويديتي، لسه قايلين من شوية الليكويديتي بتتكلم على قدرة المؤسسة على الإيفاء بالشورت تيرم لايابيليتيز اللي هي هو ما أقل من سنة. بنجيب الليكويديتي منين أو الريشوز بنجيبها منين؟ من البالانس شيت. هنجيبها من كل الأسيتس واللايابيليتيز؟ لا، هنجيبها من الكرنت اسيتس والكرنت لايبيليتيز، لان احنا بنتكلم هنا فين؟ within one year. كويس. الكرنت اسيتس فكرناكم بيها قبل كده، السي اي اي، كاش، انفنتوري، اكونتس ريسيفبل. بس احنا قلنا يفضل نرتبهم كاش، اكونتس ريسيفبل، انفنتوري بلس اذرز زي البريبايد اكسبنسز. الكرنت لايبيليتيز اي حاجه فيها كلمه بيبل، اكونت بيبل، سالاريز بيبل، تاكس بيبل، الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش بيبل هي الان ايرن ريفينيو. كويس قوي. فانا عندي هنا التوتال كرنت اسيتس وهنا التوتال كرنت لايبيليتيز. عندي ثلاث انواع من الليكويديتي ريشوز. النوع الاول اسمه كرنت ريشيو، والكرنت ريشيو توتال سوري كرنت اسيتس على كرنت لايبيليتيز. يبقى عندي الكاش، accounts receivable والinventory plus شوية others. حلو، هنقسمها على current liabilities. طلع هنا 135% يعني 1.3 times. كويس كويس ولا وحش؟ هنرجع لنفس اللي احنا قلناه. طيب ايه مشكلة current ratio؟ انه بعض الناس زمان كانت بتقول كل ما الرقم يعلى كل ما يبقى كويس، يعني لو بقي 3 بقى 4 بقى 5. دلوقتي لا، بنقول لا، لانه ممكن الرقم ده يبقى عالي عشان عندي كاش كتير مش مستفيد بيه، ممكن الكرنت ريشيو تبقى عاليه عشان عندي اكونتس ريسيفبل مش عارف احصلها، ممكن الكرنت ريشيو تبقى عاليه عشان عندي انفنتوري كبير مش عارف اسيله. فعشان كده بنقول احنا بنعمل التايم سيريز والكروس سكشن عشان نبقى فاهمين. لا، هي مش قصه رقم كبير وخلاص. طيب احنا هنبتدي نعمل ايه؟ زي الترزي، نقص من اليمين للشمال في الريشيو اللي بعد كده اللي اسمها كويك ريشيو. قال لك شيل الايتم اللي يعتبر ريزل في التسهيل عشان تديني صوره اسرع، عشان كده سموها كويك، او احيانا بيسموها اسيت، اسيت بالدي اللي هو الحامض تيست. انا بحط الكاش زائد الاكونتس ريسيفبل زائد الاذرز واشيل الانفنتوري واقسم على ايه؟ على الكرنت لايبيليتيز. فدي اسمها كويك ريشيو. قال لك طب ما تصفيها خالص، كانك انت جزار كده وبتشف لحمه، صفيها لي خالص. قال خلاص هنعمل الكاش ريشيو وهنا هنقسم الكاش على الكرنت لايبيليتيز. فانا شلت كل الكرنت اسيتس، سبت بس الكاش وقسمتها على الكرنت لايبيليتيز. هنا 1.3 من 10، 1.2 من 10، 9 من 10. طبعا منطقي ان الرقم بيقل لان طبعا بشيل حاجات من الايكويشن. فالثلاثه دول اسمهم ليكويديتي ريشوز او نسب السيوله. هنتكلم عن النوع الثالث اللي هو السولفنسي او الديت. احنا عندنا طبعا ايكويشن توتال اسيتس تساوي توتال لايبيليتيز او توتال ديتس بلس الاونرز ايكويتي او التوتال ايكويتي. نركز في الايكويشن عشان هنطلع منها خمس انواع من الريشوز.
حاطين ثلاثة هنا واثنين في السلايد اللي بعده. أول نوع من الـ debt ratios بقسم التوتال liabilities على التوتال assets فاسمها debt ratio أو أحيانا بنسميها debt to assets، فهي total debts على total liabilities. طبعا الرقم ده كل ما يكبر كل ما يبقى فيه نوع من الخطورة، هو طبعا مستحيل يعدي واحد لأنه طبعا هو ممكن يساوي واحد في حالة واحدة بس لو الإيكويتي صفر، لكن طبعا كل ما الرقم ده يبقى قليل كل ما معنى كده ان الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركه از هيلثي. نيجي للايكويتي، نيجي للايكويتي ريشيو، هي طبعا هنا بتتكلم على الايكويتي تو اسيتس، فانا عندي توتال ايكويتي على توتال اسيتس. هنا عايز اقول كل يونت او كل دولار من الاسيتس بيتمول بكام من الايكويتي، واللي قبلها اللي هي كانت الديت ريشيو كل يونت من الاسيت او كل دولار من الاسيتس بيتمول بقد ايه من الديت. النوع الثالث اسمه ديت تو ايكويتي، النص اللي هو السهم رقم 3، التوتال ديتس بقارنها بالتوتال ايكويتي، فدول اول 3 ريشيوز تحت السولفنسي او الديت. نيجي للنوعين الاخاره من الديت، عندنا اسيت تو ديت ريشيوز، هنبتدي بقى نمشي في الاتجاه العكسي. ادي ده الارم رقم 4، بقسم التوتال اسيتس على التوتال ديتس او التوتال لايبيليتيز عشان اشوف الريشيو بينهم شكلها ازاي. بعد كده اسيتس تو ايكويتي، توتال اسيتس بنسبها للايكويتي، وده الارم رقم 5. اخر حاجه السلايد اللي بعده اسمها انترست كفرج ريشيو، كل اللي احنا شفناهم قبل كده جايين منين؟ جايين من البالانس شيت، دي جايه من الانكم ستيتمنت، عشان كده السولفنسي جزء منها كريشوز من البالانس شيت هما كلهم ما عدا الوحيده اللي اسمها انترست كفرج ريشيو. يعني ايه انترست كفرج ريشيو؟ انا واخد قرض، القرض ده كل سنه بدفع عليه انترست، عايز اشوف قدره المؤسسه على تغطيه الانترست ده كم مره؟ فاجي اقسم الاي بي اي تي، لو تفتكروا من البي اند ال انا عندي جروس بروفيت اخصم منها اوبكس يطلع لي الاي بي اي تي، هو اللي بيطلع منه على طول الانترست، فانا عايز اشوف الانترست ده بيتغطى كام مره من الايبت او الايرننج بيفور انترست اند تاكس، فانا بقسم هنا الايبت على الانترست 50 على 10، يبقى هنا عندي الايبت يغطي الانترست 5 مرات. طبعا كل ما الرقم ده يكبر كل ما يبقى الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركه الى حد كبير هيلثي. اخر نوع من الريشوز اللي هو الاكتيفيتي او الافشنسي، وبرده عايز اقول حاجه يا جماعه، احنا برده هنربط ما بين الافشنسي ريشوز او التيرن اوفر ريشوز وما بين حاجه اسمها الاوبريتنج سايكل والكاش كونفرجن سايكل. السولفنس اللي احنا لسه قايلينها من شويه هنربطها بحاجه اسمها الواك اللي هي الويتد افريج كوست اوف كابيتال، عشان نبقى غطينا كل الحتت اللي ممكن حاجه تبقى محتاجها من الفاينانس والاكاونتنج عشان الاستراتيجيك مانجمنت، عشان نبقى عندنا الابيليتي ان احنا نحسب الافشنسي او الاكتيفيتي او التيرن اوفر ريشوز. احنا محتاجين النقاط اللي موجوده دي، انفنتوري، الاي ار، الاي بي، النت كريدت سيلز، النت كريدت بيرتشز، الكوجز، الفيكس اسيتس والتوتال اسيتس. حلو، ايه بقى انواع التيرن اوفر ريشوز؟ احنا عايزين نتفق على حاجه، اول ما تسمع كلمه تيرن اوفر يبقى تحت هنحط كلمه افريج لازم، وبعد كلمه افريج اسم الايكويشن نفسها، فنطبق كده عشان تبقى سهله. انفنتوري تيرن اوفر ريشيو، يبقى انا هقسم حاجه على الافريج انفنتوري. يبقى اتفقنا يا جماعه، اول ما تسمع كلمه تيرن اوفر اللي هو معدل الدوران يبقى تحت هنحط كلمه افريج ونحط الاسم بتاع الايكويشن. طيب يعني ايه انفنتوري تيرن اوفر ريشيو؟ الانفنتوري تيرن اوفر ريشيو معناها المخزن بيملى ويفضى كام مره في السنه. هقول مثل هو غير واقعي بس هو بيبقى سهل عشان يفكرك بالمعلومه. هنفترض جدلا وده مستحيل يحصل في الواقع ان المخزن بيملى يوم واحد ويفضى يوم 31، يبقى انا لو حبيت احسب التيرن اوفر ريت هيبقى كام؟ 12 مره. يبقى المخزن بيملى ويفضى 12 مره في السنه، ده اسمه انفنتوري تيرن اوفر ريشيو. خلي بالكم ده مش عدد ايام، ده عدد مرات. هنقسم ايه بقى هنا؟ مش هنقسم الريفينيو، هنقسم الكوجز على الافرج انفنتوري. طب نحسب الافرج انفنتوري ازاي؟ نجيب الانفنتوري بتاع السنه اللي فاتت
زائد بتاع السنة دي ونقسمه على 2. فلو السنة اللي فاتت الانفنتوري كان ب100,000 والسنة دي كان ب200,000 يبقى 300,000 أقسم على 2 يبقى 150,000. لو سمعتها بطريقة تانية ما تتلخبطش، يقول لك رصيد أول المدة زائد رصيد آخر المدة على 2. ما هو رصيد أول المدة بتاع السنة دي هو الانفنتوري بتاع السنة اللي فاتت، ورصيد آخر المدة بتاع السنة دي هو الانفنتوري بتاع السنة دي. فأنا يجمع الانفنتوري بتاع السنة اللي فاتت زائد بتاع السنة دي أقسمه على 2، يا إما أول المدة وآخر المدة هي نفس الحاجة بالظبط. يبقى هنا الرقم اللي طلع 14 يبقى المخزن عندي بيملى ويفضى 14 مرة في السنة. طيب نيجي للنقطة الثانية الـ ER turnover accounts receivable turnover، يعني أنا بحصل فلوسي كام مرة في السنة؟ هنقسم إيه؟ net credit sales على average ER. تقول لي ليه ما حطيتش net sales؟ عشان الكاش ملوش ER، فأنا اللي بحطه هنا net credit sales اللي هو هينعكس على الـ ER. طيب الـ accounts payable turnover أنا بقسم هنا الـ net credit purchase عكس النت كريدت سيلز في الاي ار على الافرج اكاونتس بيبل او افرج اي بي، يطلع لي برضو الرقم بتاعها. عندنا كده اللي بعدها الفيكس اسيت تيرن اوفر، من اسمها كده هجيب النت سيلز ريفينيو واقسمه على الافرج فيكس اسيتس، فيطلع لي هنا 1.8. توتال اسيتس تيرن اوفر برضو هجيب النت سيلز ريفينيو واقسمه على الافرج توتال اسيتس، يطلع لي هنا 1.1. يبقى انا عندي كام ريشيو هنا؟ عندي 5 اكتيفيتي ريشيوز. احنا لسه بنتكلم دلوقتي على الاكتيفيتي ريشيوز. الاكتيفيتي ريشيوز لازم تبقى متعلقه بحاجه اسمها اوبريتنج سايكل او كاش كونفرجن سايكل. الموضوع ده بيلخبط الناس شويه، هنعرضه بشكل بسيط وسهل عشان الناس ما تتوهش فيه. احنا رسمين رسمة كده بسيطة وعندنا هنا شوية مصطلحات هنقولهم بشكل كده بلدي شوية عشان نحفظهم، دبو ودسو ودايو، نحفظهم كده حتى لو هما بلدي بس هيثبتوا في دماغنا. دسو ودبو ودايو هنقولهم دلوقتي حالا هما ايه، بس احنا عايزين نقول هو الاوبريتنج سايكل او الدورة التشغيلية اول يوم فيها هو لما بشتري الرو ماتيريالز واخزنها وصنع وخزن وبيع وحصل، دي اسمها كلها الدورة التشغيلية من ساعة ما بشتري الرو ماتيريالز لغاية ما حصل الفلوس بتاعتي. كويس قوي. بتتقسم قسمين، قسم اسمه انفنتوري بيريود من ساعة ما بشتري المادة الخام وصنع وخزن المنتج، فدي بنسميها دايو دايز انفنتوري اوتستاندينج، ودي عدد ايام. هنا مثلا احنا حاطينها 40 يوم. كويس. عند اليوم الـ40 المنتج خرج من المخزن خلاص راح للعميل، فمن اليوم الـ40 للـ100 دي الفترة بتاعة السيلز والكوليكشن، بنسميها دسو دايز سيلز اوتستاندينج. يبقى انا كده لو حبيت احسب الاوبريتنج سايكل هتساوي الدايو زائد الدسو، عدد الايام بتاعة الدايو كام يوم وعدد الايام بتاعة الدسو كام يوم، يطلع لي الاوبريتنج سايكل. كويس قوي. هنا الاوبريتنج سايكل 100، الدايو 40 والدسو 60. كويس جدا. عايز احسب الدايو اللي هي الفتره دي تتحسب ازاي؟ هقسم 365 على الانفنتوري تيرن اوفر. احنا قلنا الانفنتوري تيرن اوفر عباره عن ايه؟ عدد المرات اللي المخزن بيملى وبيفضى فيها، فدي عدد مرات. عايز اقسمها عدد ايام، يبقى اقسم ايام السنه كلها 365 على عدد المرات الانفنتوري تيرن اوفر، يطلع لي عدد ايام الدايز انفنتوري اوتستاندينج. فاكرين المثال اللي انا قلته من شويه؟ المخزن بيملى يوم واحد ويفضى يوم 31، هنفترض جدلا ده حقيقي. يبقى انا عندي كده الانفنتوري تيرن اوفر كام يوم؟ 12 يوم، فانا لو قسمت هنا 365 على 12 يطلع لي كام؟ 31 يوم، اللي هو الفتره نفسها. نيجي بعد كده للدسو اللي هو هنا طالع 60 دايز سيلز، خلي بالك سيلز انا ممكن اشيل كلمه سيلز واحط اي ار، هي نفس الحاجه، فهي دايز سيلز اوتستاندينج. بعمل ايه؟ بقسم 365 على الاكونتس ريسيفبل تيرن اوفر، بحصل فلوسي كم مره في السنه؟ فهنا بحصلها 6 مرات و8 من 100. حلو. وايام السنه كام؟ 365. اقسم ده على ده يطلع لي انه الدسو او الدايز سيلز اوتستاندينج 60 يوم.
يبقى احنا كده فهمنا نقطتين مهمين جدا في الاوبريتنج سايكل، اللي هو الدايو دايز انفنتوري اوتستاندينج والدايز سيلز اوتستاندينج. طيب نيكست عندنا حاجه بقى اللي هي الديبو، اللي هي دايز بيبل اوتستاندينج، اللي هي الفتره اللي انا بدفع فيها الفلوس بتاعه ايه، بتاعه الرو ماتيريالز. شايفين الرسمه هنا، انا اشتريت يوم صفر، اشتريت رو ماتيريال ودفعت ثمنها، اشتريتها كريدت يوم 30. يبقى من يوم صفر ليوم 30، ال 30 يوم دول هي دي اللي اسمها دايز بيبل اوتستاندينج، اللي هي الفتره اللي انا بدفع بيها الفلوس اللي انا اشتريت بيها الرو ماتيريالز. هتساوي ايه؟ هي اسمها كده، يبقى 365 على الاي بي تيرن اوفر او الاكونتس بيبل تيرن اوفر. انا دفعت للموردين بتوعي 12 مره في السنه، والسنة فيها 365 يوم، يبقى أنا بدفع كل قد إيه؟ بدفع كل 30 يوم. طيب أمال إيه اللفظ بقى الغريب اللي بيقول لي بقى هو كاش كونفرجن سايكل؟ إحنا قلنا الأوبريتنج سايكل من ساعة ما بدفع، سوري، من ساعة ما بشتري الرو ماتيريال لغاية ما ألم فلوسي. أمال الكاش كونفرجن سايكل أو التريبل سي، من ساعة ما بدفع فلوس لغاية ما بلم فلوس. تعال نبص هنا. هنا أنا دفعت الفلوس يوم صفر؟ لا، أنا دفعت الفلوس يوم 30، لميت الفلوس إمتى؟ يوم 100. يبقى أنا اشتريت يوم صفر ماشي، بس أنا اشتريت كريدت فأنا دفعت يوم 30. يبقى هنا الكاش كونفرجن سايكل من يوم 30 يوم ليوم 100، يبقى كام يوم؟ يبقى 70 يوم. فلما حد يجي يسألني هو الكاش كونفرجن سايكل تساوي الأوبريتنج سايكل، أقول له وارد، بس عادة ما بتبقاش كده. الكاش كونفرجن سايكل هتساوي الأوبريتنج سايكل اللي هي 100 ناقص الدايز بيبل أوتستاندينج اللي هي ديبو اللي هي هنا كام؟ 30. يبقى 100 ناقص 30 يساوي كام يوم؟ يساوي 70 يوم. كده احنا فهمنا الفرق ما بين الكاش كونفرجن سايكل وما بين الأوبريتنج سايكل. اخر حاجه هنتكلم عليها ليها علاقه بالسولفنسي او بالديت، اسمها الواك او الويتد افريج كوست اوف كابيتال. الاسم نفسه يا جماعه يساعدك انك تفهم معناها ايه. انا عندي دلوقتي هنا شركه شغاله وبتعمل مشروع جديد، المشروع ده هيكلف 100 مليون جنيه مثلا. انا عايز اعرف ال 100 مليون جنيه دي هتكلفني كام؟ هو ده كابيتال هجيبه، بنسميه كوست اوف كابيتال. وهل الريتيرن اللي هيجي لي سنويا هيغطي الكوست اوف كابيتال ولا لا؟ فعايزين نحسبها، عايزين نركز في الحته دي عشان الحته دي صعبه شويه. الكابيتال بيساوي ايه؟ بيساوي الديت زائد الايكويتي. كلمه كابيتال انا ممكن اشيلها واحط كلمه اسيتس، بس احنا حاطينها هنا عشان تبقى سهله بالنسبه لنا. طيب راس مال الشركه يجي منين؟ فلوس الملاك والقروض اللي بناخدها، فاحنا هناخد قروض اللي هي الديتس او اللونز ماشي، والايكويتي دي الفلوس بتاعه المشاركين او المساهمين او الملاك. حلو قوي. فالتوتال ديت اللي هو اللونز ماشي. طب الايكويتي تيجي منين؟ كومن ستوكس بيتم اصدارها، بريفيرد ستوكس يتم اصدارها. حاجه تاني مهمه جدا، هي تعتبر جزء من الكومن ستوكس اسمها ريتيند ايرنينج، اللي هي الفلوس اللي احنا في الاخر اخر البي ان ديل عندنا حاجه اسمها النت بروفيت. نفترض جدلا النت بروفيت طلعت 100 مليون، انا كاونر او كاونرز مش محتاجين غير 50 مليون ناخدهم. 50 مليون الباقيين دول هيدخلوا في راس المال. شفت انا قلت فين؟ هيدخلوا في راس المال، فنسميهم ايه؟ ريتيند ايرنينج. كويس، يبقى انا هنا الايكويشن اللي هشتغل عليها عشان احسب الكوست اوف كابيتال، لونز زائد كومن ستوكس زائد بريفيرد ستوكس زائد ريتيند ايرنينج. كويس قوي. انا عايز 100 دولار عشان امول المشروع الجديد ده، قررت ان انا اخد لون ب 10 دولار، اصدر كومن ستوكس ب 20 دولار، اصدر بريفيرد ستوكس ب 30 دولار، وريتيرند ايرنينج 40 دولار. نخلي بالنا عشان ما نتلخبطش، كل ما ينطبق على ريتيرند ايرنينج ينطبق على الكومن ستوكس، هما الاثنين يعتبروا نفس الحاجه. طيب انا عايز اعرف الويت بتاع كل كومبوننت من الكابيتال، لانه هي اسمها فوق ويتد افريج. طب حلو، فانا هحسب الويت وبعدين اروح للافريج. فاحنا بنتكلم هنا على الويت، فانا عندي هنا لون 10 دولار من 100 دولار يبقى 10%، كومن ستوكس 20 دولار من 100 دولار يبقى 20%، وهكذا. فاحنا عاملينها بشكل سهل للتسهيل. فانا حسبت هنا اللون هيبقى 10%، الكومن ستوكس 20%، البريفيرد ستوكس 30%، الريتيرند ايرننج 40%. كويس قوي.
احنا ايه قلنا ويت افريج كوست، عايز احسب الكوست، انا حسبت الويت عايز احسب الكوست. طب العشرة دولار اللي هاخدها كارد هتكلفني كام؟ اشوف الانترست، فنفترض ان البنك هياخد مني 5%. طيب الكومن ستوكس، الناس اللي انا هيشتروا مني كومن ستوكس عايزين كام نسبه ربح سنوي؟ 10%، فانا احطه هنا. البريفيرد ستوكس طبعا اللي هي الاسهم المميزه عاده بيطلب رقم اكبر، فهنفترض 12%. الريتيرند ايرننج بيتعامل زي الكومن ستوكس، هو 10%. طيب هعمل ايه بقى؟ انا جبت اللي موجود بالاحمر الويت والكوست، اضرب ده في ده يجيب لك الواك. فانا ضربت 10 في 5 طلع لي 5%، 20 في 10 طلع 2%، نعملهم كلهم ونجمعهم يطلع لي كام؟ 10.1. هو ده ايه يا جماعة؟ ده هو ده الواك، الويتد افريج كوست اوف كابيتال، يعني كأنه الكابيتال ده هيكلفني سنويا 10.1% من اصل المبلغ اللي انا جبته اللي هو التوتال كابيتال اللي هو هنا يعتبر كام؟ 100 دولار. طيب ادخل في المشروع ده ولا ما ادخلش؟ الفيصل بالنسبه لي هنا حاجه مهمه جدا اسمها ايه؟ اسمها الار ار ار ريكوايرد ريت اوف ريتيرن. هنقوله بيتحسب ازاي، بس القاعده لو الار ار ار طلع اقل من الواك يبقى ما تدخلش المشروع ده. طيب ايه هو الار ار ار او ريكوايرد ريت اوف ريتيرن؟ شايفين الكلمه الاولى مينيمم ريت ريتيرن يوز ان كوربريت فاينانس عشان اقول ادخل المشروع ده ولا لا. كويس، بيتحسب ازاي؟ في لفظين لازم نبقى عارفينهم كويس، حاجه اسمها ريسك فري وحاجه اسمها ريسك بريميوم. الريسك فري هو اي انفستمنت فيه كابيتال مطلوب والريسك فيه يعتبر زيرو، واشهر حاجه عندنا في مصر ان انا احط فلوسي في البنك. طب الريسك بريميوم؟ لا، ده مشروع بياخد مني كابيتال بس فيه ريسك، وبالتالي المنطق انه اي حاجه ريسك بريميوم فيها خطر عالي لازم الريتيرن بتاعها يبقى عالي عشان يشجعني ان انا ما اروحش احط فلوسي في البنك اللي هي ريسك فري واروح اغامر واعمل هذا المشروع. فالريكوايرد ريت اوف ريتيرن يساوي ايه؟ هنحسب ازاي بقى الار ار ار؟ اول حاجه الريسك فري اللي هو الار اف اللي هو انترست اللي انا هاخده من البنك لو انا ما عملتش المشروع، زائد بيتا، وهنقول ايه هي البيتا؟ مضروبه في حاجه اسمها ار ام ناقص ار اف. يبقى انا عندي ار اف زائد بيتا مضروبه في ار ام ناقص ار اف. طيب الار اف خلاص قلناه، ده الريسك فري اللي هو نسبه الانترست بتاع البنك. البيتا هنقولها دلوقتي. ايه بقى الار ام؟ ده الماركت ريتيرن. الماركت ريتيرن يقصد بيها نسبه الربح بتاعه الصناعه اللي انا داخل فيها. في صناعات مثلا زي الفارماسوتيكال تلاقي نسبة الربح للصناعة كلها 30-40% في السنة. صناعات تانية مثلا زي الـ FMCG ممكن تلاقي 15-20%. فهو ده اللي اسمه ايه؟ ده اللي اسمه RM. اتبقالي في القصة دي ما يسمى البيتا. نيجي للبيتا بنحسبها ازاي؟ هي Risk Coefficient أو بنسميها Coefficient of Correlation between Investment and Market. الارقام موجوده هنا، الار اف 2، البيتا 1.3، الماركت ريتيرن او الار ام 11، لما نحط على الايكويشن تطلع 13.7. يبقى الار ار ار 13.7 والواك 10.1. طالما الار ار ار او الريكوايرد ريت اوف ريتيرن اعلى من الواك يبقى ادخل المشروع ده وربنا يكرمك ان شاء الله. طيب احنا بس هنتكلم معاكم في حاجه مهمه جدا، بعض الكيسز اللطيفه هتساعدك في الكومبرهنسيف. كومبرهنسيف بيبقى مطلوب منك انك تعمل كل الكلام ده، فاحنا حاطينه بشكل بسيط وركبناه مع بعض عشان نشوف في الاخر هيؤدي الى ايه الاستراتيجيز اللي هستخدمها، هل الفاينانشال بوزيشن ليه تاثير على الاستراتيجي ولا لا. فدي شركه اباتشي، ودي اولموست الارقام دي تعتبر شبه ارقام حقيقيه. البيريود اللي احنا بنتكلم عليها ديسمبر 31 2022. هنتكلم هنا على الايتمز الاساسيه اللي بنطلعها من الاناليسز عشان نقدر نحط استراتيجيك بلان. الاي فاز 3.6، كويس ولا لا؟ هايل. الاي فاز كام؟ 3.5، فمعنى كده برضو ان هو البيئه الداخليه كويسه جدا. لما نيجي للاي اي ماتريكس اللي هو الانترنال اكسترنال ماتريكس، احنا هنا هنبقى في الكوادرنت اللي فوق خالص اللي هو هاي وهاي، وده منطقي. نيجي بعد كده للسبيس ماتريكس اللي هو الاستراتيجيك بلاننج اند اكشن ايفالويشن،
عندنا طبعا نقطتين بالبلس ونقطتين بالماينس. هنا النقطتين اللي البلس الفاينانشال سترينث 5.5 من 6، فده هايل. النقطة الثانية الاندستري سترينث 5 من 6، وده هايل. الكومبيتيتيف ادفانتج -1، وده هايل ان -1 احسن بكتير من -6. الانفايرمنتال ستابيليتي 9 -9 من 100، وبرده ده يعتبر رقم ده كويس جدا. فاحنا كده السبيس بيقول لنا احنا هنبقى فين في الاجريسيف كوادرنت. نيجي بعد كده للبالانس سكور كاردز. طبعا احنا مش حاطين تفاصيلها هنا عشان اكشولي ما ناخدش وقت طويل، لكن طبعا هتبقى كل الانديكيتورز الى حد كبير فيري بوزيتيف. هنا حاطين حاجه بتكمل الاي اي اللي هو البي سي جي او البوستون كونسلتنج جروبس. طبعا احنا للتسهيل عملنا كده يعني اكسرسايز لطيف عشان نحاول نوصل لكم. هو لو الاي اي انا موجود في الكوادرنت اللي فوق على اليمين اللي هو كوادرنت 1، ومفروض شكل البي سي جي يبقى ازاي عشان يبقوا ماتشنج مع بعض. فلو جينا بصينا هنا انا عندي البرودكتس متقسمين لستور كويستشن مارك كاش كاو دوج. جينا هنا بقى حطينا عدد المنتجات. طبعا هو حاجه بسيطه للتسهيل، احنا قلنا ان احنا عندنا 23 منتج يصنفوا كانهم ستورز، 4 منتجات كويستشن ماركس، ده معناه انه عدد الكويستشن ماركس قليل، 18 منتج كاش كاوز، و 2 برودكتس بيتحطوا تحت مسمى الدوجز. الشكل ده هيلثي وبيسموه اسم لطيف بالانسد بورتفوليو. عدد الستورز الكبيره ده معناه ان انا البريزنت والفيوتشر بتاعي كويس. عدد الكاش كاوز الكتيره معناها ان انا عندي يس كاش فلو حلو، بقدر اخده اصرف بيه على الستورز وبرضه اصرف بيه على الكويستشن مارك عشان اقدر ان انا اعمل ايه، احاول احوله من كويستشن مارك الى ستور. هنا بقى حطينا حاجه، لانه بعض الناس ممكن يجي يعلق يقول لك ايه، هو مش بالعدد، ما انت ممكن يكون عندك 23 ستار ومش جايبين لك فلوس، وعندك 4 question marks دول فيري بيج برودكتس فمضيعينك او مضيعين الشركه. فاحنا قلنا نعمل حاجه لطيفه عشان نسهلها عليكم. لا، ال 23 ستارز بيجيبوا له اولموست 50% من السيلز بتاعت الشركه، فده معنى كده ان انا الى حد كبير فيري هيلثي. والكاش كاوز يعني انا اولموست حوالي 80% من الريفينيو بتاعي جاي من الستارز والكاش كاوز، يبقى معنى كده انه ده اتس ا بالانس بورتفوليو والشركه دي اتس هيلثي. هل هنا البي سي جي ماشي مع الاي اي ولا لا؟ تمام، ماشي مع السبيس ماتريكس ولا يبقى كده كلهم ماشيين في نفس الاتجاه. خلي بالنا احنا عندنا 5 ماتشنج مودلز اللي هم البي سي جي والاي اي والسبيس والتوز والجراند ستراتيجي ماتريكس. اللي فيهم ارقام هم عاده الثلاثه الاساسيين اللي هم البي سي جي والاي اي والسبيس. فلما بنيجي نعمل استراتيجيك بلان في الواقع لازم الثلاثه دول يبقوا ماشيين في نفس الدايركشن اللي احنا شفناه هنا. طيب حاطين ايه تاني هنا يا جماعه؟ الاو سي اللي هي الاوبريتنج سايكل 27 يوم، والكاش كونفرجن سايكل 19 يوم. برضو دي ارقام هنقول كويسه ولا وحشه هنقارنها بمين؟ بالاندستري وبالتايم سيريز اللي كان قبل كده. بس طبعا اوفرول كارقام الارقام دي فانتاستيك نمبرز. طيب نيجي بقى للجزء بتاع الفاينانس اللي هو كان بيشكل جزء من السبيس وبيشكل جزء منين؟ من الايفاس. كويس جدا. تعال نبص على البروفيتابيليتي ريشوز. عندنا الجروس بروفيت مارجن، عندنا الاوبريتنج بروفيت مارجن، عندنا النت بروفيت مارجن. ارقام فلكيه. الجروس بروفيت مارجن 62%، اوبريتنج بروفيت مارجن 41%، نت بروفيت مارجن 29%. اتس ا فانتاستيك كومباني. معنى كده انه نسبه البروفيت اللي الشركه دي بتطلعها فيري هاي بروفيت. الليكويديتي ريشوز اللي هي بتقول قدره الشركه على الايفاء بالشورت تيرم لايبيليتيز، ارقام بتاعها حلوه جدا. كورنت ريشيو بنتكلم على الكورنت اسيتس على الكورنت لايبيليتيز 149، يعني 1.4 من 10، ف اتس ا فيري جود ريشيو. كويك ريشيو هنشيل بس الانفنتوري وتبقى الكورنت اسيتس ناقص الانفنتوري على الكورنت لايبيليتيز 1.2 من 10، فالنسبه كويس. الثالثه الكاش ريشيو، هنقسم الكاش على الكورنت لايبيليتيز اولموست 9 من 10، فاحنا كده النسب بتاعتنا كلها كويسه جدا.
طيب نيجي للسولفنسي ريشيوز اللي هي طبعا بنتكلم على قدره المؤسسه على الايفاء باللونج تيرم لايبيليتيز بتاعتها. الديت ريشيوز اللي هي الديتس او التوتال ديتس على التوتال اسيتس 22%، ايكويتي اللي هي الايكويتي تو اسيتس 78%، ديت تو ايكويتي 28%، اسيتس تو ديت 454%، اسيتس تو ايكويتي 128%. فالارقام احنا بنحاول نحط لكم كيس تبقى سهله باين قوي ان هي رايحه في اتجاه الجروث. الاكتيفيتي ريشوز برضو شايفين انفنتوري تيرن اوفر 32 مره في السنه، الاي ار تيرن اوفر 74 مره، اكاونتس او الاي بي تيرن اوفر 14، فيكست اسيت تيرن اوفر 8.1، توتال اسيت 6.2. ده معناه ان انا اكشولي بعرف بشكل او باخر استفيد من الاسيتس اللي عندي، لان هو ده طبعا كلمه اكتيفيتي او بنسميها افشنسي. تمام، نيجي بقى نحلل الكيس نفسها. لما نيجي نحلل الكيس، النت بروفيت مارجن 29%، رقم كويس جدا. الليكويديتي هايله، فده معنى كده ان الشركه ما عندهاش اي ريسك خالص، ولو حصل اي فورس ماجير زي ما بيقول ما عندهاش مشكله، هي تعرف تعوض القصه دي. السولفنسي هايل، فمعنى كده ان هي قدرتها ان هي تغطي اللونج تيرم لايبيليتيز بتاعتها عاليه جدا. اكتيفيتي ريشوز، معنى كده ان اباتشي عارفه ان هي تستفيد او يبقى في efficient use of assets. خلينا بقى نشوف هنا علاقه الاستراتيجيك مانجمنت باي فاينانس في الكيس بتاعه الاباتشي. الاربع نقاط اللي احنا ذكرناهم فوق، ده معنى كده ان الفاينانشال بوزيشن والفاينانشال سترينث بتاع الشركه عالي جدا، وده انعكس ايجابيا على الاي فاز. نيجي بعد كده السكورز بتاعتنا في الاي فاز والاي فاز 3.6 و3.5، خلتنا في الاي اي في المربع اللي هو البيست كوادرنت اللي هو الهاي والهاي. نيجي بعد كده للسبيس، وانس انه الفاينانشال ستاتس بتاع الشركه قوي جدا، فاحنا جينا في السبيس في الكوادرنت اللي هو بنسميه الاجريسيف. وخلي بالكم من حاجه صغيره، كوادرنت الاجريسيف هتلاقي التو دايمنشنز تو بوزيتيف اللي هم الاندستري سترينث والفاينانشال سترينث. بعد كده بنقول ان اباتشي هاز ا سترونج فاينانشال بوزيشن، ات ماست بريبير ماستر كاش بادجت، عشان تبقى عارفه في الثلاث اربع سنين اللي جايه هتعمل ايه. ذن الكيو اس بي ام هيقدر يحدد لي، طيب احنا في الاجريسيف كوادرنت عندنا مجموعه استراتيجي زي دايفرسيفيكيشن ريليتد وان ريليتد وماركت بنتريشن وبرودكت ديفلوبمنت، ايه من دول هيفت اكتر مع الشركه؟ لو انا ما عنديش ريسورسز تغطي كل الاستراتيجيز دي، فانا لازم هنا هعمل الكوانتيتيف استراتيجيك بلاننج موديل او ماتريكس عشان اعرف طب ابتدي بدايفرسيفيكيشن ولا ابتدي ببرودكت ديفلوبمنت اند ذاتس ات. في الاخر خالص، ان اوردر تو ايفالويت الفاينانشال، سوري، البرفورمانس بتاع الكومباني والبرفورمانس بتاع الاستراتيجيز، انا لازم ابص على ايه؟ اعمل البالانس سكور كاردز، فاحط الاربع انواع من الكي بي ايز اللي هو الفاينانشال، انترنال بزنس بروسيس، كاستمر ليرنينج اند جروث. فدول في الاخر هيقولوا لي الشركه او الاستراتيجيز اللي احنا بنستخدمها نجحت ولا لا. هو مش بيفالويت الاستراتيجيز دي كانت مناسبه ولا لا، خلاص ده احنا اتاكدنا ليه من خلال البلان، لكن نتائج التنفيذ كانت كويسه ولا لا هيبان منين؟ من خلال البالانس سكور كاردز اللي هي بطاقات الاداء المتوازي. طيب عندنا بقى انا سيناريو مختلف عن اباتشي اللي هو سي ام اكس، ودي طبعا سينما السيارات في امريكا، وهنقول الشركه فين هي دلوقتي. فلو جينا بصينا هنا برضو دي 2019 الارقام بتاعتها، ودي ارقام شبه حقيقيه، يعني انا مش هعيد حاجات كتيره، هنقول بس الارقام لان خلاص احنا فهمنا الديزاين نفسه بتاع الاناليسز اللي احنا بنعمله للكيس. فانا عندي الاي فاز 1.2، كويس ولا وحش؟ احنا كده الانترنالي، سوري اكسترنال، الشركه البيئه الخارجيه اللي فيها وحشه جدا. الاي فاز 1.9 برضو اسوأ. هنا جايه معانا في الكوادرنت التاسع اللي هو اسوأ كوادرنت في الاي اي. السبيس فاينانشال سترينث سيء جدا 9%، انفايرمنتال ستابيليتي سيئه جدا ماينس 5.8، الكومبيتيتيف ادفانتج سيئه جدا ماينس 5.1، ايفن حتى الاندستري سترينث سيء جدا 1.1. لما نيجي للكوادرنت للبي سي جي عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي، الستارز ما عنديش غير منتج واحد ستار، والبرسنتج بتاعه من التوتال ريفينيو قليل قوي 10%.
الكويستشن ماركس مش كتير، هما 2، الكاش كاوز 1 والدوجز 8. فلما نيجي نشوف هنا يعني ابارت سوري 50% يس، فمعنى كده انه برضو البي سي جي ماشي، ان احنا السيتويشن بتاعنا سيء، الاوبريتنج سايكل كبيره قوي 313 يوم، الكاش كونفرجن سايكل رايح في داهيه 286. ده معنى كده ان هيكون عندي مشكله فين؟ في الليكويديتي بتاعت الشركه. خلينا نبتدي بالبروفيتابيلتي ريشوز. الجروس بروفيت مارجن 22%، اوبريتنج بروفيت 4%، الكارثه هنا كمان في النت بروفيت مارجن ماينس 14. طيب ليكويديتي، احنا قلنا وانس ان الكاش كونفرجن والاوبريتنج سايكل الاثنين فيهم مشكله فهيأثروا على الاكتيفيتي مينلي، وبعدين الليكويديتي. ليكويديتي الكرنت ريشيو 19%، رقم برضو سيء. كويك ريشيو 11%، كاش ريشيو 6%، فغالبا هم عندهم كارثه في الليكويديتي. السولفنسي الديت ريشيو 81%، برضو الرقم ده رقم سيء جدا. ايكويتي ريشيو 19%، ديت تو ايكويتي 426، اسيت تو ديت 123، اسيت تو ايكويتي 256. طيب لو بصينا للاكتيفيتي ريشوز، تيرن اوفر ريشيو انفنتوري 3 مرات، ودي طبعا سيئه جدا. الاي ار مرتين، الاي بي مره، الفيكس اس تيرن اوفر 1.2، والتوتال اسيت 7%. فطبعا معنى كده انه الشركه مش عارفه تستفيد من الاسيتس اللي عندها. نبص هنا للاناليسيس بتاع سي ام اكس، النت بروفيت مارجن طلع ماينس 14، الليكويديتي طبعا واضح ان هي انسفيشنت، فبالتالي الشورت تيرم اوبليجيشنز كده مش عارف اغطيها كويس. عندنا هنا مشاكل كبيره في الديت ريشوز والاكتيفيتي ريشوز، زي ما احنا قلنا معناها ان انا مش عارف استفيد من الاسيتس بتاعتي. ربطت الاستراتيجيك مانجمنت بالفاينانشال اناليسيز، الاي فيز هنا طبعا هيبقى سيء جدا، والاي فيز نفس النظام، فبالتالي هو هيقع هنا في الكوادرنت التاسع اللي هو اسوأ كوادرنت في الاي اي. لما نيجي نبص هنا للسبيس، هنلاقي في السبيس انا عندي هنا الفاينانشال سترينث 9 من 10، والثري دايمنشنز تانيين فيهم مشكله، يبقى بالمنطق كده غالبا انا رايح ناحيه الديفنسيف، او اللي احنا احيانا بنسميها الريترنشمنت. في الشركه دي لازم بشكل او اخر تو ريديوس او يعني تو مينيمايز الانفستمنت، وفعليا الشركه دي اولموست افلست. الفاينانشال بوزيشن فيري بور، فاحنا هنا لازم نعمل كوست ريدكشن. طبعا الكيو اس بي ام هنا مش هتبقى ليها اي دور، لانه خلاص انا لازم في الاول هعمل ريترنشمنت، فشل هعمل دايفستشر، فشل هضطر اعمل ليكويديشن، وده اللي حصل فعليا. طبعا البالانس سكور كاردز مش هيبقى ليها اي دور هنا، او طبعا هتبين برضو انه الشركه في باد سيتويشن. عندنا شركه ثالثه اسمها ترانس اوشن، برضو عشان تو سيف تايم الداتا كلها موجوده هنا. الاي فاز 2.6 من 10، يعني سلايتلي اباف افريج. الاي فاز 2.8 من 10، الى حد ما افضل سنه. طيب فاحنا كده في الاي اي كوادرنت او في الاي اي ماتريكس، هنطلع في كوادرنت رقم 5. السبيس برضو الارقام بتاعته سيئه جدا، فاينانشال سترينث 2.8 من 10، انفيرمنتال ستابيليتي ماينس 3.8 من 10، كومبيتيتيف ادفانتج ماينس 1.5، اندستري سترينث 2.1. فمعنى كده ان السيتويشن الى حد ما يعني مش احسن حاجه. تعالوا هنا نيجي نبص على الستارز، عندي 5 ستارز بيمثلوا 30% من الانبوت، كويستشن ماركس 3 10% من الانبوت، كاش كاوز 6 20% من الانبوت، الدوجز 4 40% من الانبوت. فبرضه احنا يعني البي سي جي ماشي ان احنا ميد واي، لا احنا في اسوأ مكان ولا يس، فاحنا كده في الميدل زون. اللي دي بقى لو تفتكروا اكوردنج لتوماس ويلين هنبقى فين؟ في الاستابيليتي اللي هو بوز او بروسيد وذ كوشن، لان انت اكشولي يعني البيئه الداخليه والخارجيه متوسطه. الاوبريتنج سايكل 137 يوم، الكاش كونفرجن سايكل 119 يوم. لما نجو ثرو الريشوز بصفه عامه او بسرعه كده، بروفيتابيلتي جروس بروفيت مارجن 37 معقوله، اوبريتنج بروفيت مارجن 14، نت بروفيت مارجن تميل شويه ان هي تبقى قليله سنه 4%، كرنت ريشيو 105 اللي احنا ندور عليها 1 يعني، كويك ريشيو 97%، كاش ريشيو 86%، الديتس يعني بوردر لاين، ديت ريشيو 17%،
equity to assets 83%, debt to equity 20%, asset to debt 588%, assets to equity 120. نيجي للاكتيفيتي ريشوز، الانفنتوري تيرن اوفر ريت 10، برضو ستيل معظم الارقام رايحه في الزون الميدل. الاي ار تيرن اوفر 8، اي بي 7، فيكس اسيت تيرن اوفر 3.7، والتوتال اسيتس اولموست 1.9%. كونكلوجن بتاع الشركه دي نت بروفيت مارجن 4%. قدره الشركه على ان هي تغطي الشورت تيرم اوبليجيشنز متوسطه. الديت ريشوز الى حد ما برضو مودريت. الاكتيفيتي ريشوز محتاجه تتحسن شويه، لانه طبعا الكاش كونفرجن سايكل الى حد ما محتاجين، خلي بالكم يا جماعه احنا عندنا ثلاث حاجات في الكاش في الاوبريتنج سايكل والكاش كونفرجن سايكل. عندنا الدايو والديبو والديسو. الدايو اللي هو الدايز انفنتوري اوتستاندينج، كل ما يقل كل ما تبقى الدنيا كويسه. الديسو اللي هي دايز سيلز اوتستاندينج، كل ما تقل كل ما يبقى كويس. الحاجه الوحيده اللي كل ما تزيد كل ما الدنيا ماشيه كويس اللي هي الديبو اللي هي الدايز بيبل اوتستاندينج. احنا بصينا كده لللينك ما بين الاستراتيجيك مانجمنت والفاينانشال بلاننج، اي فاز والاي فاز الرقم بتاعتها ميدل زون 2.3 و2.4. فاحنا كده في الكوادرنت الخامس. نيجي بعد كده للسبيس. السبيس هيطلعنا ان احنا محتاجين نستخدم الكونزرفاتيف استراتيجيز اللي احنا قلناها اكوردنج لتوماس ويلن اللي هو الاستابيليتي. بعد كده هنبتدي نبص بقى على الكيو اس بي ام هيرتب لنا الاستراتيجيز ايه، وفي الاخر خالص هنحط اكشوالي البالانس سكور كاردز عشان نعرف الايفكت بتاع الاستراتيجيز دي على الاورجنايزيشن. يعني كده احنا خلصنا السيشن اللي كنا عاملينه اللي هو فاينانس فور استراتيجيك مانجمنت. هدف السيشن ده انك نربط الفاينانس ازاي بالاستراتيجيك مانجمنت. حطينا 3 كيسز عشان نسهل لحضراتكم لما تيجي تتعاملوا مع الكومبريهنسيف. نتمنى طبعا ليكم التوفيق والنجاح.